توج هشام تيريا بالميدالية الفضية في رياضة الكيت سيرف في سنفي فويل راسينج عقب احتلاله للمرتبة الثانية في اليوم الأخير في المنافسات. الحمد لله اليوم حافظت على المرتبة الثانية ديالي واستطعت أنني نفوز بالميدالية الفضية في البطولة الإفريقية الشاطئية المنظمة بالكافيردو 2019. وجد هشام صعوبة كبيرة بسبب الرياح الغربية القوية التي خلقت كذلك مشاكل كبيرة لبقية المشاركين، لكن الفوز بالميدالية الذهبية عاد لممثل جزر الموريس لوري دفنوي، في حين فاز بالميدالية البرونزية لويس دوارد من جزر الرأس الأخضر. في حد صحيح، فاليوم كان جد صعب بالنسبة لي، والحمد لله حاولت أنني نحافظ على المرتبة الثاني بكل قوة، وحاولت ما أمكن أن نتأقلم مع الأجواء اللي كانت صعبة مع المطبات الهوائية القوية اللي إحنا ما متوالفينش عليها أننا نلعبوا فيها، واللهم لك الحمد يعني حصلنا نتيجة إيجابية. الإشارة ممثل المغرب في الكيت سيرف هشام تيريا حصل على تأشيرة التأهل للألعاب العالمية الشتائية التي ستحتضنها الدوحة القطرية في شهر أكتوبر المقبل.